السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربما مازلنا نتحدث على ملف الأجور وحطينا كيفية الحساب وقلت لكم ماشي حتى تحسبوه ولا يعني يقدر الشخص يعرف أبي بخي شرح تكون الزيادة تاعو، وقلت لكم أنه ماشي شرط تكون الزيادات كما المرة اللي فاتت، بما معنى تكون في النقطة الاستدلالية أو إلى آخره، لا بعضها ما راحش يكون كيف كيف، لكن ماشي معناتها أنه كي قلت يزيدوا في بعض المنح أنه ما تكونش معني بالمنحة ما حش تقيسك 53%، لا هي الزيادات عمرها لا تكون كيف كيف. يعني كيفية تطبيقية دائما في القطاع الواحد، مثلا ناخذ ادمنستراتور ولا ناخذ مثلا انجينير ولا ناخذ تكنيسيان ولا ناخذ يعني عون إدارة ولا ملحق إدارة ولا عون إدارة رئيسي ولا إلى آخره إلى آخره، متصرف رئيسي إلى آخره، هذه النوعية من الآخر كلك يكون كيما أنت دخلتوا في وقت واحد وعندكم لونسيانتي كيف كيف ونفس المنصب ولا وما تخصوش كيف كيف، هذا ربما يدي منها الفلانية هذا ما يديهاش، هذا عنده ديزالوكاسيون تاع الأطفال هذا ما عندوش، هذا ربما عنده منصب هذا ما عندوش، هذا كل واحد ربما هذا يستفاد من إحدى المنح ربما العائلية ربما كنوع من أنواع المنح أو إلى آخره، وأنت ربما تستفاد منها، يعني كل يعتبر كل أجر هو حالة خاصة إلا يعني ما نعموش، لكن أنه نقولوا الزيادات راح توصل الأجر لحد الأدنى للأجور، لأنه قال راح نرفعه، قال راح نخفض الضريبة إن شاء الله، وقال ايضا انه راح يكون الرفع تاع 53%. انا نقولها لكم هذه نوعيه من رفع الاجور راح تمس جميع عمال وموظفي الوظيفه العمومي تاع 53%. دوكا كي نقولوا مثلا المنحه منحه الاجر الوحيد ربما اللي هي راهم يقولوا بلي كاين فيها زياده او ان شاء الله احنا ماذا بينا، ولما لا انه ما كي يزيدوا في منحه المراه الماكيتها في البيت او منحه الاجر الوحيد وهي ليست بمنحه للمراه الماكيتها في البيت، او لما لا انهم يزيدوا مع منحه الاطفال اللي هي 30,000 للطفل كل شهر، منحه الاجر الوحيد اللي هي 80,000 لكل شهر كان مطالبات بزيادتها، هذه ما راحش تنفع الجميع ولا ما راحش تكون كاينه زياده للجميع، ماشي معناتها ما راحش تقيسك 53%، لا راح تقيسك ربما يزيد يرفع في النقطة الاستدلالية، في هذه الحالة هنا راح تكون الرفع يمس الجميع لكن بنسب متفاوتة. نعم الزيادات على حسب فيها تكون، أو ربما راح يرفع في قيمة النقطة الاستدلالية اللي هي 45 دينار اللي من 2007 يعني ما زادوش فيها. نوعية تطبيق تلعب دور باش نحسبه، واحد ما يجي يقول لك يحسب هكذا وهكذا، صح المعلومه اللي عندنا هي انه من 2021 حتى لدوكا تولي 100%، لكن 35 او 47% اللي هي 45% هذيك راح تكون طبقت، يعني ديجا طبقت. ناخذ مثلا كمعيار نقولوا دوكا رانا في 2024 في نهايه العام طبقت جميع الزياده تاع 47%، يعني 47% راهم ديجا طبقوها، دونك شحال قاتلنا؟ قاتلنا 53% اللي هي هذيك 53 باش تمن لنا تولينا 100%، يعني طبق 47% بطريقه تدريجيه، رفع السميك بوغتون زعما مثلا كيرفع السميك كما الاجور اللي لاباس بها ما قاستهاش الزياده، لكن مره اخرى كيرفع النقطه الاستدلاليه كانت عندهم زيادات احسن من بعض، يعني مشات هي بطريقه يعني افقيه بالنسبه لي جدول النقطه الاستدلاليه اللي تخفيض الضريبي مثلا اللي عندهم الاجور تاعهم كانت اقل من 3 ملايين، ما قاستهمش الزياده لكن قاصد الزياده الفئات اللي كانوا يخلصوا اكثر من 3 ملايين. هذه هي يعني في بعض الاحيان تكون مثلا تطبيق النص التطبيقي يقصي فئات ويعني ينصب فئات، وربما فئات تكون الزياده فيها معتبره وفئات لا تكون الزياده يعني اقل من ذلك الى اخره، لكن المحصله يعني هي تجي زياده بزياده، المحصله تاع مجموع الزيادات راح تكون إذا حسبته بالأجرة تاع 2021 راح تجي الدوبل، يعني شوف راح شحال تخلص 2027 نقولوا نهاية 2027 ونقول لكم ربما توصل حتى 2028 لأنه راح تكون سلسلة و 53% ما راهاش يعني نسبة قليلة، في هذه الحالة راح تكون الزيادة يعني تدريجية، وإلا حسبنا قلت لكم كما قلت لكم أنه من 2021 راح تولي تخلص الدوبل. تخلص في 2021 3 ملايين تولي تخلص في 2027 مع النهايه تاعها هكذا تولي تخلص يعني
6 ملايين كنت تخلص في الدومي، حبيت تحسب على حساب واش راك تخلص دوكا. دوكا راك تخلص مثلا نفرضو 3 ملايين هذه نتاعك راك تخلصها دوكا مثلا، يزيدوا لك مليون ونص، النصف نتاعها بون مليون ونص وشويه، نقولوا مليون و نقولوا مليون ونص ولا مليون و 700 هكذاك يعني، باسكو 53% ماشي 50%. هذه هي يعني ان شاء الله نكون شرحت بطريقه صحيحه. هذو هما الجداول وهذو هما الحسابات اللي راهم يحطوهم الناس، ما يزيد لك ما ينقص لك، ما راهو يطلع في الصواريخ يعني ولا حسابات خياليه. طابلو اكسل انسيري اكزيكوتي يعني ابليكي نورمال، ماهوش لوجيسيال يعني، طابلو اكسل با بلوس. دونك هذه هي الزياده. الحكايه وقتاش تبدا الزياده، وقتاش تكون شويه كومبليكي ولا يكونوا فيها بعض المعطيات تتغير، كي يكون في يدنا النص التطبيقي. حنا واش راهو في يدنا دوكا؟ راهو في يدنا تصريحات رئيس الجمهوريه اللي رانا واثقين انه راح يحقق الوعود تاعو، كيما حقق 47% كيما حقق 53%. نعاود نولي ل 47% بما انه راني في القناه ويجوني تعليقات، وفي بعض الاحيان نقراهم وفي بعض الاحيان ما يلحقونيش اشعارات عليهم دونك ما نشوفهمش، لكن كي نشوف اغلبيه جاوا على تعليق نجاوب عليه. اللي راهو يقول لي 47% ما شفنا بهم والو، معليش نكمل معاك. اولا 47% خاطئه المتقاعدين باش نتفاهموا، مع انه بعض المتقاعدين في العهده اللي فاتت كانت الزياده المجموع نتاعها فاتت حتى 50%. يعني هنا خاصة اللي يستفادوا من رفع الحد الأدنى لمعاشة المتقاعدين، زيادة الأخيرة تاع لا بأس نظن أنه نحط فيديو خاص بالمتقاعدين. راك قطاع اقتصادي ماشي معني 47%، راك قطاع خاص ماشي معني 47%. هذا ماشي معناته أنه ما قاستهمش الزيادات، قاستهم بعض الزيادات في هذاك يعني السلسلة التدريجية هذيك، كما رفع الحد الأدنى للأجور، كما التخفيض الضريبي، كما قطاع الاقتصادي زادوا لهم في بعض يعني مالغري شحال يجونا من تعليقات يقول لك ما زادوا والو حنا قطاع الاقتصاد، لا زادوا في بعض المنح وزادوا في بعض العلاوات وزادوا في الحد الأدنى للأجور، ونهار اللي نقصوا الضريبه قاستهم الزياده لا بأس. هادو هما 47% خاصه بالوظيفه العمومي، متعاقدين ام رسمين، توقيت جزئي توقيت كلي، ما من اللي دمجوهم تاع عمال الشبكه الاجتماعيه وما من اللي دمجوهم تاع عمال تاع الانام هذوك تاع المساعده على الادماج المهني، ومام ايضا اللي تم ترسيمهم عن طريق هادو جهاز المساعده على الادماج الى اخره، والمرسمين العاديين اكيد جميع عمال وموظفي الوظيفه العمومي استفادوا من 47% من الزيادات. وزيدوا يعني ان شاء الله من وجاي في العهده القادمه اللي تبدا ان شاء الله من قانون الماليه لسنه 2025 راح تبدا انه تكون كاين زيادات اخرى ان شاء الله باش نطبقوا اكيد 53% اللي تكلم عليها الرئيس. الى اللقاء.